عايز اشوفك. اي متى وصلت؟ لسه واصل شوية. انت زي عرفت اني انا كنت مسافر. وين بدك تكون؟ اكيد مع مرتك وعيلتك. ده حقيقة انا كنت عند مراتي، بس انا كنت عندها عشان اقول لها سالي انا طلعت، مش عشان بس بحبك، عشان يمكن الحاجة دي اللي تكون مريحة بالنسبة ليها. هي مش زي انا، فهمتيني؟ ايه، شو مستنظر مني يعني؟ ولا حاجة، بس عايز اقول لك اي حاجة قلتها لك او اي كلمة والله العظيم كانت من هنا يا سادة، من هنا. عادل، بحبك والله العظيم، بحبك.